بالنسبه للمشهد الثاني اللي عايزه اعلق عليه كريم واللي عجبني، لان عاده كابتن محمود الخطيب مش بينزل قوي اوضه اللبس او مش بيجتمع قوي باللعيبه بعد اي مباراه، لكن بصراحه المشهد اللي شفناه وتواجد كابتن محمود بعد المباراه مع اللعيبه والنزول معاهم لاوضه اللبس والحديث معاهم، طبعا احنا ما سمعناش من خلال الكاميرات ايه اللي اتقال بالظبط، بس شفنا المشهد كان مشهد حلو. ده يدل على ان في شكر، في امتنان، في دعم، في سعاده، في ثقة موجودة، فكان مشهد حلو وأكيد بيؤثر بشكل كبير جدا على اللعيبة وأكيد بيؤثر بالفرحة على برضو الجماهير. بص تحس إن أنت والله في استاد القاهرة من كتر المشاهد الجميلة والتواجد الجميل، وتحس كمان المصريين في أي مباراة بالخارج يعني عن أرضك بالعكس بيكونوا أضعاف التشجيع اللي على أرضك، لأن أنت محتاج ده فعلا وهم بيقدموه. بص يا كريم، لأ مشهد فعلا تحس إن أنت في مصر، أنت مش في السعودية أبدا يعني. بقول لك عملوا عظمه باختصار شديد، عملوا عظمه. وبرضو على فكره من ضمن الكلام اللي لازم يتقال في حق الجمهور، ودي حاجه احنا اتكلمنا عنها قبل كده اكتر من مره، لما لاحظنا ان النادي الاهلي بيشارك في فعاليات او في بطولات سواء اقليميه او قاريه او دوليه، بنلاقي ان بعض المشجعين اللي بينتموا لفرق اخرى مش بيشجعوا النادي الاهلي، بل بالعكس بيبقوا مستنيين ان هو يعني يجدوا ما لا يسر جماهير النادي الاهلي من خلال مشاركته. الحقيقه المره دي الوضع كان مختلف، واكيد حضراتكم لمستم ده. انا شخصيا اعرف كتير او مجموعه، مش كتير بس هقول مجموعه من اصدقائي تحديدا الزملكاويه كانوا بيشجعوا النادي الاهلي ومن كل قلبهم. شفنا فعلا في وسط جماهير والله انا هوندو في وسط جمهور اللي كان موجود في جده، على فكره كان في اكتر من مشجع مصري لابسين تيشيرتات الزمالك. دي برضو دي بقى الروح اللي احنا بنتكلم عنها، لان احنا بالاخر بنتكلم عن فريق بيمثل بلدنا بغض النظر بقى هو اهلي هو زمالك، لازم نشجعه في الحالتين. فدي بدايه تغيير مطلوب في التفصيل. أنت عارف اللي عجبني كمان، دي تقارير كانت بتتعرض شفتها يعني، كان في سعوديين هناك وكان في أعمار مختلفة بيشجعوا النادي الأهلي في هذه المباراة. تقول بقى دي روح مش حلوة ليهم لينا، احنا فرحانين بصراحة ان في كان سعوديين بيحبوا النادي الاهلي وموجودين بيشجعوا النادي الاهلي وقتها. حتى كان في انا فاكرة كويس قوي تقريبا ولد عنده تقريبا 12 سنة لابس تيشيرت الاهلي وهو سعودي، الراجل حتى بيعمل مذيع وهو بيعمل معاه يعني لقاء، قال له انت بتشجع النادي الاهلي وانا بحب النادي الاهلي، انا اتولدت بحب النادي الاهلي. فحلو ده يا كريم جدا، كمان انت طبعا بتنتشر مش بس طبعا محليا، انت بتنال اعجاب واحترام اجيال مختلفة كمان عربيا و عالميا وغيره، فده ان دل على شيء اكيد يدل على نجاح منظومه كامله عبر تاريخ بقى كامل اجيال ورا اجيال، طبعا مش بس جيل حالي، مش بس نجاحات حاليه على الارض يعني.